غادي تحصل با كيخونها. منين درت 7 سنين عرفت بلي انه كنيتي مغيره على الاب ديالي، ما عمرو داير شي فرق ما بيني وما بين ولادو. انا بقيت كنشوف فيها وبقى فيا الحال، ولكن الداخل ديالي كان ربي اللي عالم به. تصرفقت وتلفت وما فهمت والو. كيفاش واش هادشي كتقولي؟ غادي تعقل عليه وتمشي تسول عليه حتى عرفت شكون هو، ولاني انا الداخل ديالي كان خاص شكون يواسيني. حكايه اليوم نتاع انسانه اللي غادي تشاركنا الشعور ديالها والخيبه ديالها لما غادي تكتشف بلي انه باها ماشي هو باها. واكثر من هذا، غادي تعيش تفاصيل مده طويله اللي غادي ياثروا على زواجها وتفشل فيه. انسانه ما قدراش تعيش مع هذه التفاصيل وما تقبلتهمش حيت هما ما تقبلوهاش. في حكايه اليوم صاحبه القصه كترجاكم باش انكم تعطيوها حل اولا تقولوا ليها شنو دير من بعد ما تسمعوا الحكايه ديالها، حيت اشتاهت ما بين الماضي وما بين الحاضر. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. كاسم مستعار لصاحبه القصه غادي ناخذ لها اسم عاليه. لنبدا عليا كتقول الام ديالي غادي تتزوج وتحمل بيا في سنه 1990 غادي تولدني. من بعد شي عامين تقريبا غادي تحصل با كيخونها وغادي تطلق منها. هزات الحاله المدنيه وغادي تمشي للمدينه فين هي تولدت وتجمع مع خوتها وعائلتها، وبطبيعه الحال كنت انا معها. من بعد غادي تلقى برجل ثاني غادي تزوج به وعرفها على اساس بلي انها كانت مزوجه بواحد فلان وما تفاهمتش معاه وغادي تطلقوا. منين درت 7 سنين عرفت بلي انه كنيتي مغيره على الاب ديالي. فمن بعد ما غادي يشرح ليا المدير ديال المدرسه اللي كان برفقة ماما السبب، واللي هو اللي عاودت لكم في الاول. وانا كنكبر غادي يتزادوا عندي 3 ديال خوتي وغادي نبدا نشوف ماما كتفرق ما بيني وما بينهم. وقت ما كنت نقولها لماما كانت كتخوت عليا وما كتقبلش هذا الكلام وكتضربني، ما كانش كتخلي ليا مجال الحوار. المهم هالشي ما غاديش ياثر على قرايتي وغادي نتفوق في جميع المستويات. وكنت نقول بلي انه خاصني ضروري ندير مستقبل، خاصني ضروري نوصل للهدف ديالي ونخوي ديك الدار، حيتاش ما كنتش كنشوف بلي انني عندي فيها شي بلاصه. ايضا كان عندي واحد الهدف انني نقلب على الوالد ديالي. واخا كان الاب ديالي من مي هو انسان طيب وعمره ما اذاني بشي كلمه ولا حتى قال لي بلي راك انت ماشي بنتي، ما عمره داير شي فرق ما بيني وما بين ولادو. ولكن ماما الله يسمح ليها باقي كنعقل لما شديت الباك ومن بعدها شديت الدبلوم ديالي في الجامعه ما حركت حتى شي ساكن، وكان عندها الامر جد عادي واحد الدرجه بزاف. ولكن اختي الصغيره من الاب ديالي الثاني كاع ما شدات داك الباك، ولكن كانت شدات واحد الشهاده اللي هي بسيطه في داكشي ديال المسرح. وحنا مجموعين في الطبله غادي تنطق ماما وتقول ديك الشهاده نتاع اختي غادي دير ليها كادر وتعلقها. انا بقيت كنشوف فيها وبقى فيا الحال. المهم كاين بزاف من هاد الحوايج اللي ما بغيتش نتذكرهم حيتاش كيضرني خاطري وبزاف، وماشي هذا هو موضوع حكايتي اليوم. المهم الايام كدوز غنخدم، وفي ديك الخدمه ديالي كنا كنخدموا نهاريه نهار لا، لقيت راسي في واحد المرحله بوحدي غادي نتعرف على الزوج ديالي عبر مواقع التواصل وغادي نبدا نجمع معاه ونحكي ليه كل شيء حيتاش كان صديق ديالي. فبحكم انني ما عنديش صحابات او بالاحرى عمر ما كانت عندي شي صديقه نحط عليها الراس، حيت ما كنتش كنقدر نتفاهم مع البنات ولا نعاود لهم بشنو كنت نحس. كنت ديما كنبان ليهم اولا حاطيني في ديك الخانه ديال ديك البنت الهبيله وغير ضحكه وماشي معقوله، وانها ليست اهل باش انك تجلس معها اولا تصاحب معها. ولكن الداخل ديالي كان ربي اللي عالم به. من بعد وانا كنجمع مع هذا السيد غادي نبدا نشارك معاه التفاصيل ديال ديال حياتي، ماشي بزاف. غادي نمشي لعند ماما ونقول ليها بلي انني بغيت نقلب على بابا وبغيت نعطيه فرصه يتعرف عليا ويشرح لي حتى هو، ربما نعرف منه علاش ما كيسولش فيا المده كامله وعلاش ما مسوقش ليا. ديك الساعه غادي تقول ليا انت راكي ماشي بنت هذاك السيد. تصرفقت وتلفت وما فهمت والو. كيفاش واش هادشي كتقولي؟ غادي تعاود ليا وتقول ليا بلي انه بما انه والديها كانوا ميتين وهي صغيره غادي تربى مع واحد خوها، وخوها غادي يحطها لشي حد من العائله. المهم بقات من واحد لواحد غادي تخرج في سن صغير تخدم عند الناس. واحد النهار وهي كتمشى في الزنقه باش تمشي تخدم، هاد السيد اللي هو الاب البيولوجي ديالي غادي يتعرض ليها وهو سكران ويتعدى عليها في واحد الشرطه في المدينه الاصل ديالها هي. غادي تعقل عليه وتمشي تسول عليه حتى عرفت شكون هو. مع المدينه كانت غير صغيره. المهم من بعد غادي تكتشف بلي انها حملت بيا، غادي
تسكت وما قدرت تقول حتى شي حاجه حيتاش ما كاينش اللي يرحمها. غادي تنتقل لمدينه واحده اخرى اللي هي بعيده وقبلت انها تحتفظ بيا. صدقتها حيتاش عطاتني تفاصيل كثار واكثر من هذا. كانت قالت لي بلي انه اذا بغيتيني انني نعاونك نمشي معاك لعند هذاك السيد الى ما اخره، ولكن انا رفضت خوفا عليها انني شتت ليها شملها. ولكن في ديك اللحظه فاش قالت لي ديك الكلام تمنيت لو كان توقفت بيا الدنيا، ولكن الحمد لله الحمد لله كل واحد وشنو تيقدر عليه الله. عليا كتقول لي واحد الجمله بحرقه وكتبكي، كتقول ديك اللحظه ما لمتهاش علاش خبات عليا، عنقتها وقلت لها صافي ما تبكيش هادشي راه عادي وكيوقع وراه ماشي شي حاجه. عليا كتقول ولاني انا الداخل ديالي كان خاص شكون يواسيني. من بعد انا على نيتي غادي نوض نعاود لهداك الصديق ديالي، داكشي كله اللي طرا وماشي بزاف غادي يتقدم ليا من بعد ويجي لدارنا وغادي نتزوجوا. غادي نمشيو نسكنوا في المدينه اللي فيها الاب البيولوجي ديالي اللي مازال ما عرفش شكون هو بحكم ان راجلي عنده خدمه تما. غادي نسكنوا فيها لمده عام. ديك السنه كلها وانا كنت نقول ليه كل شهر بشهرو عافاك سير قلب لي عليه، سير قلب لي على با، بحكم انه ما كانش كيخليني انني نخرج بوحدي مع كان متشدد وكان مزيرني بزاف. تخيلوا معايا حتى الاسبوع الاخير قبل ما نرحلو عاد غادي يمشي يقلب عليه وغادي نتلاقى معاه او بالاحرى شفته. كانت عندي ديك الساعه 25 سنه. عليا كتبكي وكتقول غادي نمشيو نتقابل مع المحل ديالو فاش هو تيخدم. بقى كيشوف فيا، حسيت بيه بلي انه حس بيا، كان واحد الشبه بيني وبينه رهيب. انا كنت خفت انني نمشي ندوي معاه. المهم غادي نمشي نجلس في واحد التروطوار ونبدا نبكي حيتاش ما تجرأتش انني نمشي نشوفه ولا نهضر معاه ولا نقول ليه بلي انا راه بنتك. المهم غادي نشد نمرتو اللي كانت مكتوبه في الحيط ديال المحل ديالو، غادي ندوي ليه ولقيتو باني حياته وتزوج وعنده وليدات. غادي نقول ليه شكون انا وهاش نوقع، ما تقبلش الواقع وما قدرش نعطيه معلومات عليا بزاف، ما قدرش نقول ليه سميتي ولا كنيتي ولا حتى فين ساكنه. شفتو بلي انه ما تقبلنيش اولا غير مرحب بيا. غادي ندوي ليه مره اخرى، غادي يقول ليا جمله واحده، ما عليك بنتي غير الصبر. اش من صبر ربا. بكيت وكملتها في قلبي، تاثرت داخليا بزاف خصوصا انه شخصيتي تاثرت والزوج ديالي غادي نطيح ليه ما بين عينيه، ما يبقاش يحترمني ولا يقدرني ولا حتى يراعي المشاعر ديالي في هذا الموضوع. المهم من بعد ماشي بزاف غادي نطلقوا، من بعد غادي نحاول باش انني نتواصل مع با البيولوجي مره اخرى، ولكن والو. منين قال لي ما عليك بنتي غير بالصبر بحال حطني في واحد الدوامه من غير هذيك اللي انا فيها. صحيح بلي انه عندي كنيتي عندي الحاله المدنيه ديالي، ولكن داكشي ماشي ديالي او لا ماشي حقيقي. عندي خوتي اخرين اللي هما ما عارفينش واش انا كاينه وما عارفش اصلا واش غادي يتقبلوني. هاد السر نتاع ماما اليومين هذا حتى شي حد ما عارفه من غيري انا، وما نقدرش نشارك هذا السر مع حتى شي حد، ما نقدرش نشارك هذا السر مع حتى حد باش ما نحطهاش موقف خايب او المفروش. اول خطره كنشاركوا معاكم نتوما يا متابعين هذه القناه. انا اليوم تزوجت للمره الثانيه وعندي 31 سنه وعندي بنيته. انا وصلت لواحد المرحله كنلقى فيها راسي كل مره كنفضل انني نمشي لطبيب نفساني حيتاش محتاجه شي مساعده معنويه، حيت للاسف هذا الباب ما لقيتوش في الام ديالي. وكتقول لي غير نسى يوسف راه ماشي شي حاجه، كيفاش غادي نقدر ننسى؟ صحيح انه راجلها ما منقصني حتى شي حاجه، ولكن ديما تيبقى هذاك النقص داخليا نتاع شي حاجه منك مازال ما كملاتش. هادشي اللي كاين. قصتي طويله وبها تفاصيل طوال، فضلت نختصر حيتاش محتاجاكم توجهوني، محتاجاكم تقولوا لي شنو ندير. انا معلقه ما بين السماء وما بين الارض، لا الاب البيولوجي بغى يتقبلني ولا الام تحن عليا وتطبطب على قلبي. والسر اللي نقدر نبوح به على الاقل لراجلي باش نرتاح ليومنا هذا راه ما عارفوش، حيتاش خفت انه يعاملني نفس المعامله ديال الاول ونعاود نطلق من جديد. قولوا لي واش نسكت ولا نكمل حياتي بحال كل شيء عادي ولا ندير محاولات على ودي، خصوصا اللي خايفه منه هو انه غدا الا مات هذاك با وتلاقينا قدام مولانا شنو غادي نقول ليه. واخا عرفت بلي انه هو ما باغيش يشوفني او بالاحرى يمكن ما قادرش حيتاش خايف لا نشتت ليه عائلته، ما عارف شنو كيدور في راسه، ولكن حتى انا حاليا مضروره خصوصا نفسيا. قولوا لي شنو ندير وشنو الحل.
وهذه هي حكاية عليا. كان عندي بزاف ديال الحكاية ولكن فضلت أنني نسبق هذه حيتاش هي محتاجة أن تقرأ التعليق ديالكم وتعرف شنو تدير. كنتمنى أنكم توجهوها وتقولوا لها شنو تدير وتعاونوها تتشوف الطريق الصحيح. شكرا لمتابعتكم، شكرا على وجودكم، نتلقاو في حلقة مقبلة. سلام سلام.